يلا زيدوا زيدوا هالكليان الجوينيين، زيدوا زيدوا زيدوا، تقضوا من عند المصري المظابي. يا ألف مرحب بيكم، يا هلا وغلا، ألف مرحب ألف مرحب، يا ويلكم يا ويلكم يا ويلكم. هاي الفاكهة ما فيش موجودة إلا عندنا بس. يلا يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا مرحب بالكليان الجوينيين، يا ألف مرحب. جماعة صحيين بدري عشان نصور لكم هذا الفيديو. هذا في المارش كريو، اللي هو المارش أكبر مارش في أفريقيا في كازا، اللي هو سوق الجملة بتاع الخضار والفاكهة. وتابعوا معايا الفيديو إن شاء الله، كملوا إن شاء الله فيديو جميل، وهنصور لكم مرحلة مرحلة زي ما انتم شايفين. أول إخواني الأعزاء، كما وعدتكم نقدم لكم الجديد. هاي اليوم احنا في المارشي سوق الجملة الكبير، سوق الجملة ديال الخضار والفاكهة، أكبر سوق في أفريقيا وأكبر سوق في كازا، كازا بلانكا الدار البيضاء. وإحنا في بلاصة الموز، بلاصة البنان. احنا بنقول على الموز وما بنقول على البنان. وتبارك الله على الخيرات، المغرب تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. واتمنى ربي الفيديو يعجبكم، يكون فيديو جديد، حتى بلاصه جديده، ولسه معاكم برضك على يوميات مصر في المغرب، الجديد والجديد دايما ان شاء الله. ونتمنى يا رب فيديوهاتنا تعجبكم، وشوف تابعوا معايا، وان شاء الله الفيديو يعجبكم وكملوا الفيديو للاخر، وتشوفوا خيرات المغرب، وتبارك الله على الخيرات ديال المغرب. ونتمنى يا رب دايما تكون المغرب في الازدهار، وربنا يحفظ ملكنا ويحفظ ولي العهد، وربنا يخليهم لنا يا رب، وديما ديما ديما مروك. الفرنسية مش عايز تيجي معايا يا جماعة، فيف ماروك، مش عارف دايما بتهرب مني ليه. تقول فيف ماروك؟ فيف ماروك، ما بقاش باغي يتعلم المغربي ولا باغي يتعلم فرنسي ده. يلا تابعوا معايا الفيديو، شوفوا الخيرات، شوفوا تبارك الله تبارك الله المعويذ وال ايش كنت تسميهم بالمصرية؟ الجوافة؟ لا لا، الكمثرى. كمثرى. تبارك الله، ونشوفكم مع الفيديو كده، وتابعوا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. شوفوا الخيرات ديال المغرب تبارك الله. زي ما قلت لكم هذا اكبر سوق في افريقيا. سوق يعني طبعا بالنسبه للسوق يا جماعه، انا لو خدت بلاصه بلاصه، يعني لو خدت بلاصه بلاصه، يعني مثلا بلاصه الفلفل او بلاصه المطيشه، بلاصه واحده ممكن تاخد مني اليوم كامل عشان اصورها. لان المارشي يعني احنا كنا بنتجول جوه اللي هي الحته اللي احنا تجولنا في السياره، جوه المارشي نفسه، يعني ده كله داخل المارشي. يعني عشان تتنقل من بلاصه لبلاصه، زي ما انتم شايفين اهو التفاح، وادي التفاح الاحمر التفاح الاخضر. عشان تتنقل من مكان لمكان، يعني مكان التفاح مش هو نفس مكان البنان، مش من نفس مكان الخضره. يعني هذه يعني عاوز صنوبيلة او سيارة، يعني بمعنى اصح تتنقل جوه المارشي. وهي الحامض، الليمون احنا بنقول البرتقال، ماشي. وهي الكاميوات ما شاء الله عليها، بتنزل تهبط الحاجة دي. واحنا اصلا رحنا في الصباح عشان برضه نقدر نجيب لكم الحاجة. وبالنسبة يا جماعة في البلاست هذا المارش كوريو، اللي هو سوق الجملة الكبير هذا، يعني مش أول مرة أنا نروح فيه، لا أنا دايما كنا نروح فيه. أول ما جيت المغرب كنا بنشتري منه السلعة، بنشتري منه الخضار، بنشتري منه الفاكهة، وكنا بنبيعها. أنتوا عارفين طبعا نسايبي خدامين شغالين في الفاكهة والتيسير والخضرة والحاجات ديت. ودايما احنا يعني دي مش أول مرة أنا أروح، ويعني ديت يعني كانت شغلتنا في الاول، يعني كانت المهنه بتاعتنا في الاول. وهتشوفوا برضك واحنا وانا بنشارج الطنوبيله ونبلاصي في المكان، في المكان اللي كنا بنبلاصي فيه، نجلس فيه، نبيع فيه. يعني تابعوا معايا الفيديو ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله ويكون حاجه زوينه ان شاء الله. ونتمنى يا رب يكون عند حسن ظنكم، ونقدم لكم دايما الجديد، ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وعيد
قصدي شعبان وعواشركم مبروكه في الاول، نقول عواشركم مبروكه وكل سنه وانتم طيبين، ونتمنى يا رب اهو نشوف هذا الليمون، مش الليمون الليمون يا جماعه، هذا الليمون البرتقال عشان الجماعه اخواتنا البرتقال يقول لك دول دي ليمونه، انتم الليمون عندكم هو الحامض. اه اتمنى يا رب تشوفكم، واهو طبعا ده بقى نشارج الطوموبيل اهو، يعني ان شاء الله تفيدوا يعجبكم اهو، اهو شارج الطوموبيله زي ما انتم شايفين اهو، بنحط فيها تعلمت الطير ماشي. ما هي دي الميله دي اللي علمتني الهضره، علمتني الهضره وعلمتني وعلمتني ازاي اتعامل مع الناس ونتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، وتابعوا الفيديو معنا للاخر، ونقدم لكم دايما يا رب الجديد ان شاء الله، ونكون عند حسن ظنكم، وتابعوا معي الفيديو. وانا زي ما انتم شايفين بنشارج الطوموبيله عشان نروح نقعد في السوق نبيع الفاكهه هذه، هذه اشتريناها ونعبيها في الطوموبيله. هذه شغلتنا في الاول، هذه كانت في اول ما جيت المغرب، وزي ما قلت لكم المرشي ما شاء الله عليه كبير بالزاف، يعني عشان تدور المرشي كامل بصعيب، يعني في يوم واحد او في وقت واحد صعب، لان طبعا فيها البنوك، فيها المسجد، فيها الفنادق، فيها فندق في المرشي، وتبارك الله على المغرب ما شاء الله عليه، ما فيش حد بيجوع في المغرب يا جماعه، ما فيش حد بيجوع، يعني الحمد لله الخير موجود، تبارك الله تبارك الله على الخير، خيرات المغرب تبارك الله عليها، وخدمه موجوده، كل حاجه موجوده، الحمد لله وتبارك الله، وربنا يديم علينا نعمه يا رب. هاي شوفها، شوفوا زي ما انتم شايفين اهو، احنا بنتجول جوه الطوموبيله، لان يعني بزاف المكان بتاعها كبير، فصعب ان احنا ندوره في مره واحده يعني. الطوموبيله داخل المرشي، هذا كله داخل المرشي يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده، ده داخل المرشي من الداخل، يعني المرشي ما شاء الله كبير من الداخل يا جماعه، زي يعتبر بلد كامله، فيها البنوك، فيها المسجد، فيها الفندق، فيها كل حاجه، فيها الكافيه، كل حاجه فيها، هذه بوابه اخرى هي، وفي كذا بوابه، يعني مش بوابه واحده، يعني في بوابات، احنا دخلنا في بوابه في الاول، البوابه الرئيسيه اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني مليان، يعني فيها حاجات بالزاف، يعني عشان نلف الكامل صعيب شويه، ويا رب ان شاء الله نعمل لكم زياره ثانيه ان شاء الله، ونعمل لكم برضو زي ما انتم شايفين اهو، هذه بلاصه ثانيه، هي هذه بلاصه الخضره، بس الفلفله والطماطم والخيار والبتنجان، ما شاء الله تبارك الله الخيرات، تبارك الله تبارك الله، يا رب ديما نعم علينا يا رب، يا رب ديما نعم علينا وعليكم يا رب يا رب يا رب. شكرا لكم، ونتمنى رب الفيديو يعجبكم، وكملوا معي الفيديو، ونتمنى رب يوميات مصر في المغرب تعجبكم. العطريه هي
صور السلع أو زي ما انتم شايفين يا جماعة وصلنا البلاصة بلص الخدمة البلاصة اللي كنا نبيع فيها وتبارك الله على حمودة النسيبي يلا تفضلوا يا الكليان ديالنا تفضلوا يا ألف مرحب عندنا البنان عندنا البعويد عندنا التفاح عندنا الكيوي ألف مرحب بكم ألف 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 مرحب وكل شيء فابور ليكم تحياتي لكل المشاهدين تحياتي لكل الناس وألف مرحب بكم في بلاصتنا يا ألف مرحب ألف 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 مرحب وكل شيء فابور ليكم زي ما قلت لكم ونتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ونشكركم بزاف بزاف على حسن استماعكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله. الفرنك خلي الفرنك ديك الفرنك كيلو ربع اكو البنان رخيصه بنان رخيصه بنان رخيصه 160 ريال بنان 160 160 160 ريال بنان 160 نتمنى رب الفيديو يعجبكم ونختم كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين شكرا لحسن استماعكم والمشاهدة ديالكم شكرا بزاف ونتمنى رب دايما يكون على حسن ظنكم وإلى اللقاء